آخر الأخبار المتوفرة لدينا فيما يتعلق بموضوع أحداث جرمة علي والنزاع بين عشيرتين هناك. تصريحات بالغة الحساسية لمستشار محافظ البصرة، قال فيها إن العشائر استخدمت طائرات مسيرة لتحديد الأهداف وضربها في نزاع الجرمة، وقال أيضا إن جهات سياسية تمتلك ميليشيات تدخلت بالنزاع العشائري وعملت على إذكائه واستمراره. توجد أصابع مسلحة من بعض الفصائل السياسية التي تدخلت نوعا ما بالصراع وبهذا النزاع، ونرى بعدما استخدمت كافة الأجهزة المتوسطة والثقيلة إضافة إلى الطائرات للتصوير وتشخيص المتقابلين، وهذا شيء غريب يحدث في هذه المدينة. وطالبتنا كثير من شيوخ وجهاء محافظة بالتدخل الفوري وإنهاء هذا النزاع الذي أثر ما بين الحين والآخر على حياة المواطنين في شمال البصرة وبالخصوص في العارضة.